مع السلامة. قلبي الفلوس اللي عندي ما قد مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في سهرة هذا المساء، وأتمنى أن راح نسهر أو نقضي سهرة جميلة ممتعة مع بعض. دكتورة منى غريب، حياكم الله أخواني المشاهدين، وإن شاء الله نقضي وياكم سهرة سعيدة في برنامجكم محطات وكلمات والدكتور بندر عبيد. ربما مليت مني يا رشيد، ربما حصلت لك غيري عشيق، ربما غروك أصحاب الفضول نشيب عدود، الزمن غدار والحكمة تقول نشيب عدود. ربما مليت مني يا رشيد، ربما حصلت لك غيري عشيق، ربما غروك أصحاب الفضول نشيب عدود، الزمن غدار والحكمة تقول نشيب الأمانة. الأمانة شيء جميل طبعا في الحياة، وهذا شيء مطلوب طبعا، موجودة بالحياة، لازم الأمانة تكون موجودة، وإلا تروالي الدنيا ما صارت بخير مثل ما هي بخير، لأن الدنيا أنا أعتقد ما زالت بخير. الأمانة طبعا ضرورية، الأمانة في العمل، الأمانة في حب الإنسان، الأمانة في حب الأهل. وأنا بالنسبة لي الأمانة أكثر شيء أشوفها في العمل، بمعنى الإنسان إذا مطلوب منه يؤدي وظيفة معينة لازم يؤديها بأمانة، لازم يعطي من نفسه قد ما يقدر. طبعا إحنا بالكويت نقول يحلل معاشه، هذا شيء طبيعي، لأن كل إنسان عنده إحساس بالوطنية لازم يعطي من نفسه عشان يساهم في بناء بلدنا الحبيب. الأمانة طبعا شيء مطلوب، و أنا أتوقع أن في وايد ناس معنا عندهم الخاصية هذه، الأمانة. الأمانة طبعا موضوع مهم جدا في كل المجالات عامة يعني، ولكن خصوصا في المجال الفني للأسف في بوادر حاليا ظاهرة على المجال الفني أن ما في أمانة فنية. طبعا تتطلب الأمانة الفنية أن أنت إذا حاولت تبي تطور أي عمل فني أن أنت تنسبه لصاحب هذا اللحن الأصلي وعلى ضوءه تطور. طبعا ينذكر بداية مثلا ألحان فلان، تطوير
فلان للأمانة الفنية، لأن بعض للأسف بعض الأخوان يأخذ اللحن التراثي وينسبه لاسمه. فنتمنى إن شاء الله يعني إن أخواننا الفنانين يبعدون شوية عن الشغلة هذه ويصير عندهم أمانة فنية. طبعا أنا أعتقد إن لولا الحب كان ما حد فينا عاش ليومك هذا أو ليومنا هذا. ما في إنسان عايش على وجه الأرض سواء كان طيب أو مجرم أو خبيث إلى آخره مستحيل ما عنده إحساس ولو قدر بسيط من الحب. وكل واحد فينا عايش في هالحياة وكل فعل من الأفعال أو السلوكيات اللي نأديها في حياتنا هذه هي دائما بدافع من الحب. طبعا الحب أشياء، ممكن نحب أشياء وايدة، ممكن إنسان يعني يشتغل نلاقي واحد يشتغل ليل نهار. ليش يشتغل ليل نهار؟ ممكن يشتغل لأنه يحب أهله، يبي يعيش أهله في أحسن مستوى ممكن. في ناس تشتغل وايد لأنها تحب بلدها، ومن هنا ممكن نربط عنصر الأمانة بعنصر الحب. في ناس عايشة على وجه الأرض لأنها تحب شريك حياتها، هذا طبعا بين الزوج والزوجة، حب الأم والأب، وهذا أعتقد هذا يعني من بعد حب الله، طبعا ما في حب يطغو عليه. الحب طبعا الحب ما في شك الله سبحانه وتعالى يعني حط غريزة في كل إنسان، أو حب فطري طبعا في الإنسان، ولكن بعض الأحيان يتغلب الحب سواء حب الخير أو حب الشر. يعني سواء حب الخير يتغلب في البني آدم وحب الشر يتغلب. طبعا الحب ينقسم لأقسام كثيرة مثل ما احنا عارفين كلنا. في حب الخير، لحب البلد، حب الأهل، حب المرأة، حب الأولاد، إلى ما إلى ذلك، حب العمل. وتهيلي الأهم إن أنت تحب عملك وتتقن فيه، ومدام أنت حبيته وتقنته شيء طبيعي إن أنت راح توصل فيه مواصيل جيدة ما في شك. فالحب ضروري جدا، خاصة الفنان تلاقي الحب عنده بشفافية أكثر وحساسية أكثر، لأنه يتعامل مع الناس عامة. تلاقي الفنان من أكثر المحبين اللي يتأثرون سواء في كلمة إعجاب، سواء في كلمة إطراء، أو كلمة سواء ذم أو ما شابه ذلك. فالحب ضروري جدا جدا للإنسان عامة والفنان خاصة.
الإبداع كل إنسان ممكن يبدأ على شرط أن يعطونا المجال أن نبدأ. كل إنسان أعتقد ممكن يكون مبدع فعلا. أعطونا الفرصة وراح تشوفون شلون ممكن نبدأ. الإبداع ممكن يكون في الشعر، الإبداع ممكن يكون في الفن، الإبداع ممكن يكون في التكنولوجيا، الإبداع ممكن يكون في أي شيء أو أي وظيفة يمارسها الإنسان ممكن يبدأ فيها. إبداع معناته أنه تشتغل أو تعطي من نفسك في عملك بأمانة، بجد، بحب، بإخلاص، ما يكون في معوقات تعيق هذا الإنسان أو فكر هذا الإنسان من الإبداع. كلما كثرت المعوقات، كلما كثرت قائمة الممنوعات، كلما حدينا من نمو الإبداع عند الناس. يمكن لهذا السبب نلاقي الإبداع موجود في المجتمعات اللي المعوقات فيها قليلة، بمعنى أن المجتمع معطيهم الفرصة أنهم يبدعون ويطلعون كل المواهب اللي عندهم، لأنه ما في إنسان ما عنده موهبة. الفنان المبدع هو اللي يصنع أو يخلق، مثلا طبعا نتكلم من ناحية فنية، اللي يخلق جملة غير موجودة أساسا في المجال عامة، يعني في الغناء عامة. المبدع هو اللي يحفر الصخر مثل ما يقولون، ليظهر في لحن جديد 100% لا يشابه ولا يقلد فيه أي أحد كان، سواء من اللي سبقوه أو اللي عايشين معاه في عصره. تعذب اللي رضاني حبيبي يجوز لي صار العيون لحبات تستاهل عيون سهمها عطيبي ليس الهمات برمشي وارمشي جدات. لما نقول كلمة رجل، الرجل طبعا هو إنسان، أو خلينا نقول هو النصف الآخر للمرأة. بالنسبة لي أنا كامرأة، الرجل هو النصف الآخر، هو المكمل للمرأة. الرجل عنصر مهم في حياة المرأة، كما المرأة تماما هي عنصر مهم في حياة الرجل. أعتقد بأن المرأة لا تستطيع أن تعيش بدون الرجل، والرجل لا يستطيع أن يعيش بدون المرأة، حتى لو بعض الرجال ينكرون هالشيء فلا تنكرون. الشيء الثاني اللي يبالي لما نقول رجل حقيقة هو السيطرة والهيمنة. أنا أعتقد بأن ما زلنا نعيش في مجتمع الرجل يحاول بكل ما وسع أن يسيطر على المرأة ويحد من نشاطها، ومن هنا يقل الإبداع عند المرأة. فلو يخف الرجال شوية على المرأة، أنا أعتقد أن المرأة راح تبدأ أكثر في حياتها وفي عملها وراح تعطي أكثر. طبعا هي مثل ما احنا عارفين أن هي مثل ما يقولون نص المجتمع. المرأة هي الحب، هي الخير، وفي نفس الوقت هي النقيض لهذه الأشياء اللي ذكرناها. فالمرأة هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي البنت. فيتهيأ لي فعلا هي نص المجتمع ومهمة جدا جدا. ولكن بعض الحريم نتمنى يعني أن يغلب عليهم حب الخير أكثر وأكثر، عشان مثل ما يقولون
السفينة تمشي بأمان. آخر شيء كنت أتوقعه، آخر شيء كنت أتوقعه أن أبوك يقول عني أنا أثول. إحنا أنت خطيبتي، مفروض تدافعين عني قدام أبوك، مفروض تقولي لا تقول كذي عن خطيبي. ما أدري ليش ساكتة. صدقني أنا دافعت عنك، دافعت عنك. دافعتي عني؟ إيش قلتي؟ أبوك يقول عني أثول، إيش دافعتي بالله؟ إيش قلتي؟ قلت حق أبوي لا يقرك مظهره الخارجي، هو شكله كذي. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك، خدني خدني للهوى، خدني معاك، خدني خدني للهوى للهوى. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى، يا ملك قلبي بالهوى، خدني معاك، خدني خدني للهوى، خدني معاك، خدني خدني للهوى للهوى. حبيبي انت داري بانشغالي، ولا حبك شيء خالي؟ انت داري حبك شيء خيالي. حبيبي يا ملك قلبي بالهوى. الغرور، الغرور أو المغرور، أنا أعتقد هو كل إنسان عنده نقص. الإنسان اللي يشعر بنقص في ذاته شيء طبيعي أنه راح يكون مغرور. ليش شيء طبيعي؟ لأن المغرور هو كل من يترفع عن مخاطبة الآخرين، وأنا أقول أنه يتصرف هكذا فقط لتخبئة عيوبه الداخلية، أو لكي يخلق الحاجز النفسي بينه وبين الآخرين، لكي لا يسمح لهم أن يخترقوا مجاله أو ذاته، وبالتالي يتعرفون على كينونته أكثر. الغرور هو شيء طبعا بشع، وأعتقد أن كل إنسان مغرور هو مثل ما قلت يكون عنده إحساس بالنقص. وبرأيي أنا كل من كبر الإنسان سواء في منصبه، في علمه، في قدره أو مكانته الاجتماعية، كلما يوجب عليه التواضع أكثر، لأن هذا يدل على أن إنسان أصبح واثق من نفسه أكثر. الغرور الله يكافينا شره، هو طبعا الفنان اللي تعالى ويتكبر على الناس، ومثل ما يقولون يطلع من جلده. يعني تلاقي فنان مثلا بدأ بسيط، فجأة تكبر على الناس، اغتر مثلا سواء من ناحية مادية أو من ناحية أخلاقية أو ما شابه ذلك. فالغرور طبعا نهايته معروفة، وكلنا عارفين ان نهايته المقبرة الفنية. فان شاء الله الله يبعد عنا وعن اخواننا الفنانين اجمعين. يا من بسهمه رماني وخلى فؤادي يحبه، يا من بسهمه رماني وخلى فؤادي يحبه، في رقته كان نسيم، في رقته كان نسيم، في رقته كان نسيم، عفاني يا رب تسخر لي قلبه، الزين
سيدي عصاني يا رب تسخر. توالي ماكو حد ما يكذب، كل الناس تكذب، لكن في فرق بين كذبة وكذبة. هناك الكذبة الخبيثة، هناك الكذبة الطيبة أو الكذبة البيضة اللي نسميها، يمكن عشان كذي في عندنا كذبة إبريل. الكذب هو أسلوب يتبعه الإنسان للتخلص من مأزق ما، أو ربما لمصلحة الشخص الثاني، بمعنى أنه ممكن أنا أشوف والدي مثلا مريض يقول لي شكلي تعبانة، أقول له لا يبا شكلك حلو ما في شيء، أنا صح كذبت، لكن هالكذبة هذه لمصلحته لأن ما بيأثر على نفسيته. فأعتقد أن الإنسان يلجأ، أو من الممكن أن نلجأ إلى الأكاذيب، ولكن الأكاذيب البيضة اللي فيها مصلحة للآخرين أو اللي ممكن أن تنقذ موقف. هو الكذب طبعا حرام ما في شك، الكذب يؤدي إلى النار طبعا ما في شك. الكذب اللي حاليا موجود طبعا يجي تحت مسمى مجاملة حاليا للأسف. بعض المجاملات يعني أو أغلبها نقول تندرج تحت العنوان الكبير اللي هو الكذب. أتمنى من إخواننا الفنانين يبتعدون أو يقللون الحدة من الشيء هذا، وما له داعي، لأن إحنا مجتمع فني، الناس تنظر له نظرة حب، نظرة تفاؤل، نظرة إعجاب. فأتمنى إن شاء الله من إخوان الفنانين أجمعين والله يبعدنا عنه أن يتلاشى أكثر وأكثر إلى أن ينتهي بإذن الله. حلوة حياة، وايد حلوة بالنسبة لي، الحياة جميلة جميلة، وأعتقد أن كل إنسان لازم يستغل فرصة أن الله خلق في هذه الدنيا، وخاصة في ديرتنا. يعني أنا حقيقة من الناس اللي تغربوا وايد، درست وايد برا الكويت، شعرت بقيمة بلدي أكثر لما تغربت، لأن فعلا كل من أتغرب أو كل من أسافر برا أرجع أقول والله إحنا خير، الحياة حلوة في الكويت، الحياة بشكل عام حلوة، لكن الشيء المطلوب إن نعرف شلون نستغل هذه الحياة. حرام إن ما ننتج، حرام إن ما نستغل وقتنا، حرام إن نضيع وقتنا بلا شيء، بعدم إنتاج شيء. فالحياة جميلة إذا عرفنا نستغلها، خاصة إن يعني الحمد لله الله ما أعطينا الصحة والعافية. يعني خلونا نشوف، في ناس يعني في عندهم عاهات جسدية، ومع ذلك لاحظ، أنا أعتقد أكبر درس ناخذه من هؤلاء الناس اللي على الرغم من العاهات الجسدية أو الفسيولوجية، إلا أنهم يحاولون يستغلون الحياة لأكبر درجة ممكن. فليش ما إحنا نحاول نستغل الحياة، نحاول ننتج، نحاول نبدع، نحاول نعطي، لأن إذا ما عرفنا نستغل حياتنا، الحياة ما راح تكون جميلة. الحياة حلوة إذا فهمناها طبعا، وتبقى الحياة هي حياة الإنسان اللي يعيش فيها ويشوف فيها الزين والشين، ويتعرف فيها على كل ما هو مفيد وكل ما هو مضر. فشيء طبيعي إن الإنسان اللي يحب الحياة إنه يأخذ منها الزين ويتجنب كل ما هو مضر. أو عنصر مهم ليس فقط للمرأة وإنما للرجل كذلك. أنا أعتقد أن لولا الجرأة، أو إذا الإنسان ما يتسلح بالجرأة، لن يستطيع أن يحقق شيء في حياته. يمكن أنا سبب من أسباب نجاحي في حياتي هي حث والدي منذ الصغر أن لازم تكونين جريئة، إذا عندك شيء تبين تقولين روحي عبري عنه حتى لو عند المسؤول، إذا أنت على حق لا تخافين روحي. وفعلا تعلمت منه أنا صغيرة وبفضل والدي الجرأة، لما عندي شيء أروح عند المسؤول وأقول له أنا ناقصني كذا كذا كذا، أو أنا أعتقد كذا كذا كذا. لولا الجرأة أنا أعتقد أن الإنسان ما يقدر ينجح. الجرأة في تعلم اللغة الأجنبية، أنا أعرف الكثير من الزملاء اللي أول ما وصلوا فرنسا
ما كانوا يتكلمون فرنسي. طب أقول له يا فلان تكلم، لازم تحاول تتعلم مثل ما أنا قاعد أتكلم. يقول لي لا ما عندي الجرأة لأني ما أبي أغلط. يعني عندنا كلمة الجرأة في مبادئ التعلم اللغة الأجنبية مهمة جدا، إن لازم الإنسان يتجرأ، لأن إذا ما أخطأنا مرة ومرتين وعشر وعشرين ما رح نتعلم. إذا الجرأة مطلوبة، مطلوبة في التعلم في الصف، مطلوبة في الحياة الوظيفية، مطلوبة عند المدرس. المدرس لازم يكون جريء أمام طلبته، لازم يقدر يعطي كل ما عنده بكل جرأة، بكل ما لازم ينطوي على نفسه، لازم يقدر يعبر عن آراءه عشان طلبته يستوعبون. الطالب نفس الشيء، لازم يكون جريء، يوقف يوضح يعبر عن رأيه. الجرأة مطلوبة حتى عند الموظفين، مطلوبة عند الناس المبدعين. كل إنسان يبي يبدع، أنا أعتقد الجرأة مقرونة بالإبداع. الجرأة الفنية إن أنت تطرح شيء غريب عن الأشياء السائدة، يكون عندك جرأة إن أنت تطرح لون مثلاً أو إيقاع أو تركيبة كلمات أو طريقة تسجيل كذلك، تكون غير أو تعتبر فيها نوع من التمرد الفني. الجرأة قد تكون مطلوبة ولكن في وقتها، علشان تبقى ظاهرة صحية، وقد يتبعك جيل من الفنانين إذا أنت طرحت أو تجرأت وطرحت عمل فني جريء. وجهة نظر، أنا أفضل أتكلم عن المرأة. طبعاً أتكلم عن المرأة لأن المرأة لأن مؤمنة بأن كل رجل عظيم وراء امرأة، مؤمنة كذلك بأن كل امرأة عظيمة وراها رجل. فأنا أعتقد بأن رجالنا عظماء لأن نساءنا عظماء، ولأن نساءنا يحثونهم على العمل. لكن بنفس الوقت يا ريت تصير العملية فيها نوع من التناوب، بمعنى أن مثلما ما تحاول المرأة تعطي للرجل عشان يبدع، ليش ما الرجل يشجع المرأة أنها تبدع؟ ليش ما تعطونا المجال أن نثبت وجودنا في المجتمع؟ في ناس حين راح وهم يطالعونا أكيد راح يقولون إحنا أعطيناكم المجال، إيش تبون؟ عندكم سيارة وعندكم شغل وعندكم كذا وعندكم كذا. لا، هذه كلها أشياء مادية تروح وتي، لكن إحنا نبي الأشياء المعنوية، نبي الإيمان العميق بمقدرة المرأة والثقة العميقة بمقدرة المرأة. في سالفة الحقيقة قريتها البارحة بالليل في الجريدة وحزت بقلبي وايد، وياريت تسامحني الدكتورة معصومة المبارك، لأن المقالة هي كاتبتها الدكتورة معصومة المبارك. تسامحني لأني ما أخذت إذنها، وأعتقد أنها راح تفاجأ لما تشوفني قاعد أتكلم عنها، هذه الإنسانة القديرة اللي أنا أكون لها الحقيقة الكثير من الإعجاب والتقدير. كتبت مقالة وقالت، وهي نشعر يعني من كلماتها أنها كانت مجروحة، هذه المرأة مجروحة لأن بنتها الصغيرة أعطتها العيدية مالتها وقالت لها يما افتحي لي بنك حساب توفير للأطفال. راحت الدكتورة إلى البنك وقالوا لها نبي توقيع ولي الأمر. فطبعا هي بكل براءة إذا ممكن أو نستعمل هذا المصطلح، هي يعني لا شعورين، قالت لهم أنا ولية الأمر أنا أمها. قال لا، لازم أبوها يجي. يعني أنا من الناس اللي الحقيقة يعني لما قريت هالمقالة تأثرت جدا، لأن شعرت بحرقة قلب الدكتورة. أنا أمها، أنا اللي حملت فيها، أنا اللي تعبت، أنا اللي ولدتها، أنا اللي ربيتها، أنا اللي كبرتها. ما ننكر مجهود الأب، ما ننكر فضل الأب. الأم والأب هما طبعا يشتركون ثناتهم في عملية إنجاب الطفل وتكبيره وتربيته وإلى آخره، لكن ما أعتبر أنا ولية أمره. فهذا أعتقد ظلم كبير. أنا يعني أود أن أشارك دكتورة معصومة في هذا الشعور وأيدها وأساندها. يا ريت يعني القانون هذا، لأن هذا قانون أعتقد ما أعتقد أنه قانون حضاري،
دكتورة بالجامعة والأم قبلها تكون دكتورة أم جاية تفتح حساب حق بنتها يقولوها نبي ولي أمرها وأنتي مو ولي أمرها أبوها ولي أمرها. هذا كل اللي أقدر أقوله ويا ريت تسامحوني. وجهة نظر عن الحرية مثلا لو تكلمنا عنها أن أنت ما تتعدى على حقوق الآخرين. طبعا الحرية مطلوبة في كل وقت، ولكن أن أنت تحترم حريات الآخرين ولا تتعدى عليهم. الحرية في عصرنا اللي احنا عايشين فيه للأسف مفهومه خطأ، أن أي إنسان أو أي شخص يتصرف بأي تصرف كان ويتمرد على مثلا العادات والتقاليد ويقول لك أنا حر وكيفي، طبعا هذا غير صحيح. الحرية يجب أن تحترم حقوق الآخرين. أو مبدأ أو شيء أؤمن فيه، الحقيقة أنا على طول أول شيء راودني في ذهني هو المقطع من الحديث الشريف لما رسولنا عليه الصلاة والسلام حثنا على احترام وتقدير وحب الأم. فأول شيء يراودني في ذهني أمك ثم أمك ثم أمك. الأم شيء جميل في الحياة، ويا ريت كل واحد عنده أم يستغل هالنعمة اللي هو فيها، لأن الأم هي وحدة لا يمكن نحل محلها. الولد ممكن نعوضه، ممكن يجيب ولد ثاني إذا راح لا سمح الله، الزوج إذا راح ممكن يصير في زوج ثاني، الزوجة إذا راحت ممكن يصير في زوجة ثانية، الأخ إذا راح ممكن يصير في أخ ثاني أو أخت ثانية، لكن الأم لا يمكن أن نعوض الأم. بالنسبة لي أنا الأم أجمل شيء في الحياة، فياريت نقدر النعمة اللي فيها، وياريت نحترم ونحب أمهاتنا، نحب أمهاتنا، وطبعا ما ننسى نصيب الأب، ونفس الشيء بالنسبة للأب. الأم والأب هو أجمل شيء في الحياة، ويا ريت تخلون بالكم عليهم، لأن صدقوني إذا راحوا من إيدكم أعتقد أن الإنسان راح يظل دائما ناقصه شيء في الحياة، وراح يظل ضايع، لأنه ما راح يلاقي الإنسان اللي يحبه بنفس الأمانة وبنفس الصدق وبنفس الإخلاص مثل الحب اللي تلقيناه من أمنا وأبونا. عتيج الصوف ولا يديد البريسم، طبعا هذه قالوها أجدادنا عاشوا عليها وتربوا عليها. ليش قالوها؟ لأن طبعا فيها الأصالة، فيها الحفاظ على الهوية الأصلية اللي عاشوا فيها، فيها ريحة أجدادنا، وهذا يكفي.
نقول عن الأصالة مثلا لو تكلمنا فيها الناحية الفنية، أن فنوننا القديمة الأصيلة العتيجة هي الأصل، هي اللي منها بدأنا ومنها نتطور إلى الأحسن والأحسن. فإن شاء الله أخواننا الفنانين يأخذون هذا المبدأ ويتعاملون مع الفنون القديمة بتعامل أو بأساليب التطوير الصحيحة. عدروب خلي حسنه الفتان، عدروب خلي حسنه الفتان، لازم خلي ومحلى عدروب، لازم خلي ومحلى عدروب، يرعاه ربي هو عظيم الشان، يرعاه ربي هو عظيم الشان، كل مكروه عندنا صوب، كل مكروه عندنا صوب. الوفا ولا هو بخوان، خلي الخليل ما فانوبة، خلي الخليل ما فانوبة. كلمة وفاء أهديها طبعا أول شيء لأمي الله يرحمها، كلمة وفاء أهديها لوالدي الله يخليه، كلمة وفاء أهديها كذلك وبكل صدق وأمانة لشيخة لطيفة حرم ولي العهد، لسبب بسيط جدا، أن أيام اللي كنت أدرس في فرنسا وبعد الحرب مباشرة، لأني وقفت عن الدراسة سنة كاملة، انتهت البعثة الدراسية مالتي، فتوهقت طبعا، كنت أبي أكمل الدراسة وأبي أكمل الدكتوراه، وما كان عندي إمكانيات المادية أني أقدر أكملها. الشيخة لطيفة أشكرها وما أنسى لها الفضل للحين، لأن فعلا ساندتني وساعدتني عشان أقدر أحصل على بعثة مرة ثانية وأقدر أخلص الدكتوراه مالتي. وكذلك كلمة وفاء لعمي اللي كذلك ساندني أيام الدكتوراه. عهد الوفاء طبعا كلمة وفاء لوطني وبلدي الحبيب وإلى أهل كلهم وإلى الأصدقاء وإلى الأحباء وإلى الأهل كلهم. يا صاح عد الرفاقة بالحكي عدهم، واعرف ربع الرخاء مالك قدر عدهم، ربع الفراقات عند النايبة عدهم، الطيب محفوظ حق رفاقته واهله، اتركها كيف حالك مرحبا واهله، اترك هواهم وقلبك بالصبر وهله، لو كنت ضميان لا قادر على عدهم.
في نهاية السهرة هذه أتمنى أن قدرتوا تقضون سهرة لطيفة ولو شوية يعني معنا. أتمنى أني ما كنت ثقيلة عليكم، ويا ريت تسامحوني في حال إذا قلت شيء ما حبيتوا أو تضايقتوا منه، وتصبحون على خير. إن شاء الله إخواني المشاهدين قضيتوا ويانا سهرة سعيدة، وتصبحون على خير ومع السلامة.